يا من إذا عز المجير إني ببابك يا إلهي والدمع يهمي كالمطر والذنب يعصف باتجاهي. الحمد لله عز وجل، هو الطيب الذي لا يكبر إلا الطيبا، إليه سبحانه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. حديث اليوم: فضل من يملك نفسه عند الغضب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. قيام كده كون سنك الله سبحانه وتعالى على سنين تنديري أبي تقوان تميقوات فما ديزن تميق صلى الله عليه وسلم أكبان جاءك مصابعك مصابع سلامون سنبقى تسيقر وما ديزا. حديث يتعالي روحي وكان بازا وينو وم أميني أما زيديت سأي ميني بندهوي ميني وابيام تيما. حديث يجوك أكوا صحابة ولم يكذك عبد الرحمن بن الصخري الدوسي أبي هريرة قلت أنا من بنتمك صلى الله عليه وسلم قلت ليس الشديد بالسرعة لتودي سيمون ومحافظون أمني أما فرميزة قم بندمونه فرميزة قم ميامونه إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب لتومون أمني ألي ومحافظون أمني أما زريت هي يميني بدهاي مني ألي بمقيو. متفق عليه. حديث من يديتو اي المزداب الزويل زما امام من الايام باب حديث احدي صحيح امام بخاري كما سند امام مسلم. شرح الحديث تفرق زي حديثي او نقولتي حكى ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقول بس لان خني ابي هريرة الله سبحانه وتعالى سنة نوتي تمك صلى الله عليه وسلم على نوتي ليس الشديد بسرعة سوتني من هم حنفو امين اما فرمينا من ينزاك أي من أول أن تهوزن تومك صلى الله عليه وسلم لا تظن وسجني زي ويو أن الرجل القوي قدن من أمهامه هو ذلك الرجل الذي قدن من هو جامد يتمتع أمن أنته أما كلا أوزي كويزا وطومغا أما نياد أنته بقوة بدنية نمحف زاكي زاتوبي كما قدن تتو أن نجي توبي جامحامه يستطيع أكوزا بها نجي توبي جمينة جيتي أي يسرع الآخرين كودا كوزا ما أمينيان بهنا كم بكا توبي داكيو. وإنما الشديد كمانو نتو محفظ نزيني متأمينة نتو محفظ نزيني الذي اندي أمين يملك نفسه عند الغضب نمتأمينة أما زيريتا نتو بمينة وابيام ديما وسفنغا جنو جوئيبا كما يجاو ديو إيه يو عندي كتاكيدا كوزا كنتي أكوزا ويزا جوئيبا. إنما الرجل القوي جمينا وتن تهوزن تومي سوى سلام أقولتي إنما الرجل القوي نتو متحمينا ومحافو الكامل محافظ وقواني لازيني زيني في قوته محافظاك وهو الرجل القوي في إرادته نمتحمينا ألي ومحافو بوزيري تزميني انتماواكي وفونا الذي اندي أميني يستطيع أن يتحكم في نفسه عند الغضب نمتحمينا أما تكوزيلا مولا yeka kuziletsa yeka kunena pantha imene mkuye wampeza kuta kuziletsa ndithu kuti asampange wina wake china chili chonse koma iyeyo ndithu kuthekera kose kumpanga munthu ali nako wayamnaaha an tanfidhi ma tad'uhu ilayhi min idha'in nasi de iye ndithu amaziletsa kukwaniritsa zimene zingampangitse iye kuti anthu awapase zoyipa. Ndi munthu amene ali wamphamvu ndi amene iyo munthu amene amadziletsa kuti mphamvu ali nazo kuthekera kuna kuli kose ali nako koma pamene wakwiya wina wake wampangira chikongwe amatha kuzibweza ndithu osawapangira anthu choyipa iyeyo kuthekera kose ali nako bishatimi ndithu osayima papyulu mkwatukwana anthu amene amuchitira zoyipa wa dharbi kapena kuwamenya waludwani kapena kupanga nawo udani iye amadziwa zoti zonsezi zimene zikuwapangitsa iwo kuti andipangire chipongwe ine ndikusanziwa Allah subhanahu wataala komanso kusakhala ndi chikhalidwe chabwino. Fi lhadithi muhadithi imeneyi anna min adami ladilla ndithu
mamboni akulu akulu ala kuwati shakhsiya zoti munthu uyu ndithu ndi wamphamvu zokuti munthu uyu ndi mphamvu komanso ali ndi umunthu weniweni umunthu wamphamvu munthu uyu azikhala alhilma azikhala ndithu ndi kudekha munthu azikhala wodekha usati nthawi ina iliyonse azingokhala ngati kuti moto kuti nthawi ina iliyonse wayaka nthawi ina iliyonse pamene machisi abwera wayaka kapena wina ake wayasala itala wayaka iye munthu azitha kumazitha kuzibweza mtima wadhabti ndithu kutha kumazibweza binafsi indal ghadabi mweyeyekha ndithu pamene wakwiya munthu azitha ndithu kuzipanga kuzibweza ndithu nthawi imene wapsa mtima mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallama anafotokoza ndithu za kuziletsa pamene munthu wapya mtima kuti angapange bwanji aonera kuti ngati unali choyima waenera kuti ukhale ngati unakhala waenera ndithu ugone ngati unapya mtima ndithu pakuenera kuti upange udhu zimenezi ndithu mtumiki sallallahu alaihi wasallam anatifotokozera ndithu tikuona masiku anowa ndithu kuli ma organization osiyanasiyana ma office osiyanasiyana ma course osiyanasiyana ofotokoza za anga management kuti munthu angayipange bwanji koma ife ndithu asilamu sidangosiyidwa ndithu mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam adatifotokozera zonsezo zimene tingapite ndithu maofesi kukafufuza kuti pamene tapya mtima tingaziletse bwanji zimenezo mtumiki sallallahu alaihi wasallam anatifotokozera kale sizofunikiranso nditi silamu kuti ali ndikosowa kopita kamene alili anthu ena kuti nthawi ndi nthawi ndithu akungosintha zinthu zawo zochitika zawo chisilamu ndithu sichimasintha wafihi komanso hadithi imeneyi ikutiwuza kuti anna alghadaba ndithu kukwiya wa inkana angakhale kuti gharizatu nafsiyatu jabbara ndi chinthu chimene allahu subhanahu wataala adamulenga munthu ndicha munthu ndithu mwa munthu ndithu muli kukwiya ndithu muli kupsa mtima mwa munthu izizi ndithu zimene zimaonetsa kuti uyu ndi munthu angakhale zili choncho fainahu yumkinu mukawamatihi bada wukihi bada wukuihi ndithu zinthu zimene zizi munthu atha ndithu kuzigonjesa pamene zabwera zaonekera kwa munthu pamene munthu wapsa mtima ndifo ndi chilengedwe ndithu kupsa mtima ndi chilengedwe komanso ndithu zimene zizingati zafika munthu ndithu akhoza ndithu kuzibweza mmene tanenera muja kuti ngati anapsa mtima ata ima ayenera kukhala ngati ndithu akuona kuti kupitirira akapange udhu ndimene anatiuzira mtumiki sa salama kuti kumabwerera ndithu osati munthu pamene wapsa mtima nthawi yomwe ndithu ayambe kwa sambwa za anthu kuwayankhula anthu zosakhala bwino kapena kuwamenya anthu wafihi komanso muhadithi imene anna mukawamati lghadabi ndithu tikati anna mukawamati lghadabi kulimbana ndi kupsa mtima wa imtilaka nafsi inda wukuihi komanso ndi kuzibweza pamene wapsa mtima min afdalu al amali assaliha ndi zintchito zabwino zimene munthu amaziwika nazo allati yuthabu alaiha ndi zimene munthu amalipidwa nazo ndi ibada pamene munthu ndithu wapsa mtima komanso ali ndi kuthekera kokunena kuti atha kubweza kuyankhula zimene wayankhulidwa zoyipa komanso atha ndithu kumenya munthu amene wamupangayo koma munthu ndi kuzibweza ati izizi ndi zintchito zimene zili ntchito zabwino ntchito za maswalih ntchito za anthu abwino zimene ukadzionesera ntchito zimenezo ukazibweza pamene wapsa mtima ati allahu subhanahu wataala amakupasa thawabu masiku akeyama uzakalipidwa nazo wafihi komanso muhadithi imeneyi muli fasihu kalami nabiyu sallallahu alaihi wasallama kuyankhula ndithu kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallama komveka bwino liannahu lamma kana alghadban fi halati shadid min alghid ndithu muli kuyankhula ndithu komveka kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallama kamba kuonera kuti munthu amene wapsa mtima amakhala ndithu ndi mkwiya waukulu kamba ndithu kakukwiya kwambiri wakatharat alaihi shahwatu lghadabi ndithu ndi munthu ndithu amakhala ndi chilakolako ndithu chofuna ndithu ayankhule atuluse mkwiya wakewo fakaharaha bihilmi ndiye munthu uyu namazibwedza kuzibweza ndithu mkwiya wakewo kamba ka kudekha kwake nkuzibweza pamene anapsa mtima kuti anali ndi kuthekera kuti akhoza kumupanga munthu china chilichonse wasaraha bithibatihi ndiye munthu uja ndithu ndikuzimenya nkhondo yekha pokhazikika mu mtima wake kukhazikika
كان كسرعة الذي يسرع الرجل ولا يسرع له نيغرينغات غوتي وزيمينيا كوميني مونتو اكوميني انا ماي كا اوسات كوميني انا ديان تويدا كوميني انا كوميني كولي كوبيا دي ماي غوتي مونتو ازيتا ديتو كوميني انا ماي كا وزيمينيا غوتي نشيتو زويبا زيميني شيطاني اما ازيفونا غوتي زيتوروكي كوايفي تيزي اس اس ديتو كوني بانانا زو غوتي زيساتوروكي ا ايميني تيتو اذا كان نشيتو ايميني iyo kuti timamenya nkhondo iyo zimenya mwaifetoka ndipo tazigonjesa zoyipa mwaifetoka ndimene zili mphamvu zenizeni zimene zikusonyeza kuti munthu wamphamvu ndi ameneyo munthu wamphamvu ndi amene amatha kuzibweza pamene wakwiya osati nthawi ina iliyonse imene anthu amuputa nthawi yomweyo kwalalatira anthu nthawi yomweyo wamenya anthu nthawi yomwe kupanga iye amene si munthu wamphamvu munthu wamphamvu zenizeni ndithu ndi amene amatha kubweza mkwiyo wake pamene wakuitsidwa ndi anthu ena pamene ndithu mkwiyo wake siwaonekera pafunika kuti munthu azibweze mpaka na nthawi ina timoti subhanaka allahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka watubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.